قدرت أعمل أي شيء لأثبت إنه زواجي كان حقيقي. من بعدها تخربطت كل الأمور، إجت كل المشاكل مع بعضها وما بقى قدرت أقول شيء. مش بس هيك، هي مشكلة إني حبيت اللعبة، مشكلة إني حبيت فكرة إني حبلة. شو برأيك؟ بلشت تفوت عقلاتي إيه؟ هلا بدك تفهميني إنه أنتي تزوجتي لجواد بس لحتى تحرقي لها الملف هاي؟ لا لا لا، ميرسي ميرسي، أنا خلص ما واقفة، شبعت. صحتين. وأنت أستاذ باسل؟ لا ميرسي، ما بعد. مع إنك ما أكلت شي حبيبي. أنا طالع أوضتي، ما قبل ما تجي عليا ما بدي أشوفها. راح أسبقك. طيب هلا بلحقك. يعطيك العافية أبو إبراهيم. الله يعافيك. أنت علمت رحاب كل شيء مزبوط؟ مزبوط. يعني هي أكيد بتحبك كثير وممنونت لك، صح؟ بالإذن. يعني لما وافقتي على الزواج ما خطر على بالك أنا ممكن الشيء القديم اللي بينك وبينه يرجع من جديد؟ أنا من زمان خلصت علاقتي بجواد. هيدا غير إنه لا لا لا، تجاوبيني لي هذا السؤال. اسألي لعليا، اسألي لحالك وانتي جاوبي عليه. بركي على القليلة بتكملي حياتك بشوية صدق وضوح. على القليلة. هيدي أول مرة بحكي بهالقد حقيقية، هيدي أول مرة بفتح قلبي لحدا. ومع هيدا وكله حسيت اني استفدت بشي.